صباح الخير. يعني أنا أوافق مع السيد هاني، طبعا يعني كل ما ذكره هو تحدث عني وعنه تقريبا، فيعني لا توجد لدي أي نقاط اعتراض، كل ما عرضه يعني تام. النقطة الوحيدة التي يمكن الإضافة إليها هي أنه لا خيار لدى إسرائيل بعدم التغلب على حماس أو الاجتياح البري أو التخلص من مشكلة حماس يعني بأي شكل ما، لأنه العودة إلى 6 أكتوبر يعني وإعادة السياج تعني أنه وكأنه انفتح هذا، يعني هذا السياج لن يعود، لأنه حتى لو أعادوا ترميمه صار مفهوما أنه يمكن تدميره. يعني هو قبل التدمير كان سياج تكنولوجي عجيب وكذا وكذا. يعني إن عادت إسرائيل إلى 6 أكتوبر سيكون مطلوب منها أن تبقي كل هذا الاحتياط مجيش، يعني لأنه السياج لا يكفي، فإذا أنت تحتاجين الجيش يكون بحالة تأهب دائم، وهذا طبعا لا تحتمله إسرائيل. يعني كل هؤلاء 300 ألف إسرائيلي يعني هم اليد العاملة في إسرائيل تقريبا. أنت تقصد الذين تم استدعاؤهم من الاحتياط؟ نعم، الاحتياط نعم، لكن يعني هناك مصادر إسرائيلية سيد حسين، دعني يعني أضيف لك، هناك مصادر إسرائيلية عبرية، صحافة إسرائيلية تحدثت أنه هذا العدد لم يعني يطيع الأمر ويلتحق بالخدمة. ممكن، ولكن يعني نظريا يعني أنا ما أقول أنه لا يمكن لدولة بحجم سكان إسرائيل وبحجمها يعني أن تبقى في حالة تأهب من هذا النوع. يعني نسبة التجنيد يعني حتى لو كانت 250 ألف مثلا هي عالية بالنسبة لعدد السكان. يعني عدد السكان نحن نتحدث عن فئة عمرية معينة، يعني لن يذهب أي أحد تحت ال 18 عاما من السن، ولن يذهب أي أحد فوق ال 50 أعتقد أو 47 أو 45، فهذه فئة عمرية محددة. إن كان ربع مليون من هؤلاء هم يعني احتياط ومجيشون، يعني لا يمكن الحفاظ على هذا التجيش على فترات طويلة. نعم سيد حسين، سيد حسين في حال، دعني أسألك سؤال، أنه في حال دخول، في حال تم الاجتياح البري، ما هي فرص دخول المساعدات الإنسانية في ظل عملية برية اليوم على قطاع بأكمله؟ يعني ممكن إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأجزاء غير الواقعة تحت الحرب المباشرة. أعتقد يعني حسب ما يبدو أنه كل المنطقة من وادي غزة جنوبا ستبقى خارج الاجتياح البري، فيمكن إقامة منطقة آمنة أو إدخال مساعدات. ثم أنه أعتقد أنه إدخال المساعدات يعني هي عملية منسقة إلى حد كبير بين كل العواصم وعلى أعلى المستويات، فيصعب أن أتصور أنه أن تدخل قافلة من دون أن يعرف الإسرائيليون يعني، أو أنه مثلا يواجهوا ضربات إلى القافلة. فهذه القافلة طبعا هي أصلا محط أنظار العالم على مدى الأسبوع الماضي إعلاميا ودبلوماسيا وسياسيا، فتدخل القافلة تخرج يعني تدخل يعني بأمان وتخرج، يعني تخرج بأمان. إسرائيل لن تستهدف. يعني باعتقادي أنه لا حاجة لدى الإسرائيليين لاستهداف هذه القافلة. فالعملية البرية ستكون غالبا في الشمال، في شمال القطاع، وهناك كما تفضل الأستاذ هاني هناك يعني الخسائر ستكون كبيرة. وحسب ما قرأنا وسمعنا من كل الإسرائيليين والإعلام العبري أنه إسرائيل تتوقع خسارة يعني كبيرة في صفوف جنودها، هي لا تعتقد أنه هذه ستكون نزهة، ولكن يبدو أنه يعني لا خيار لدى إسرائيل مع وقوع ضحايا في صفوة أو من دون وقوع. يعني ولذلك يصور الإسرائيليون هذا وكأنه صراع وجودي، ولذلك يعني الرئيس الأمريكي على مدى الأسبوعين الماضيين هو يتحدث عن صراع وجودي وأرسل حاملتي طائرات، ويعني كل ما نراه هو فعليا صراع وجودي بالنسبة لوجهة النظر الإسرائيلية. سيد هاني من رام الله، وأنت تتابع الأوضاع الميدانية عن كثب بالتأكيد، كيف تقيم اليوم سيد هاني الوضع بين ما يطلق على غزة وبين ما يطلق من غزة؟